ضيفتنا اللي منورانا النهارده هي نجمه ظهرت في عمل قوي جدا 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 مع الفنان راحل نور الشريف، وبعدين لقيناها شويه اختفت وبعدين رجعت تاني. اكتشفنا ان هذه المراه الجميله والفنانه الجميله صاحبه قرار. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي ما وقفتش عند فكره ان هي ست مشهوره وان هي مستنيه لما يجي لها الادوار وبقت هي تحت رحمه العالم اللي احنا في عالم التمثيل ان كان سينما او مسرح. بالعكس اكتشفنا ان هي عندها دراسة ودرسة وحابة ان هي تشتغل شغلانة انا بعتقدها من اجمل الشغلانات لاي حد، انها تبقى مدرسة لغة انجليزية في احدى المدارس الانترناشنال. نجمتنا حافظت على الشغلتين، مع ان انا متأكدة ان احنا لما هنيجي نتكلم معاها هنلاقي ان الموضوع عشان تحافظ على الشغلتين اكتر من بعض ده مسؤولية كبيرة جدا، بس عملتها واصبحت متحققة في عملها واصبحت متحققة بمزاجها في شغلانتها. سعدنا النهارده يكون معانا النجمه نورهان. اهلا وسهلا بيكي ونورتينا يا نورهان. شكرا على الكلام الجميل. لا تحيي يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. وبنجد تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين ولضيفتنا الجميله نورهان. تدريس وتمثيل، انا خدت كام خطوه كده لورا وسبت التمثيل ورحت للتدريس. هل احساسك بالظلم، احساسك ان انت بدات بدايه قويه وبعدين مفيش استمراريه على نفس المستوى ده فخلاكي تروحي تدوري على مصدر دخل تاني وانشغال تاني؟ لا والله الحمد لله، انا على مدار السنين عمري ما كان عندي احساس بالظلم، يعني كان عندي دايما يقين ان ربنا بيوجهني في المكان اللي انا انفع فيه اكتر، انفع الناس وانفع نفسي يعني. فلا بالعكس، انا خدت قرار بناء على احتياجاتي انا في الفتره دي واحتياجات ابني، لاني كنت لازال كان بيتعرض عليا في الوقت ده بطولات واعمال تليق باني اكمل على نفس النهج ده، ولكن ساعتها انا قلت طب انا وحيده وما عنديش غير ابن واحد، يعني اعمل ايه؟ اسيبه للدادة تربيه؟ يعني ما ينفعش. فقلت هقعد معاه اول كام سنه، وبعدين لما ابتدى يخش المدرسه كنت عايزه ادخل اشوف المدرسه اللي هو يعني بيتعلم فيها ايه، اللي بيحصل، بيعلموه ايه، ابقى معاه في الوقت اللي هو فيه في المدرسه انا بشتغل والوقت اللي هو فيه فاضي انا فاضيه. طبعا شغلانه التمثيل فيري كونسيومينج، تستهلك حياه البني ادم، فما كنتش هعرف احافظ على ده. فقعدت اعمل ده حوالي 6 أو 7 سنين. يعني المومه هي اللي غلبتك طبعاً على فكره ان انا النجوميه والشهره والتمثيل والاسم والكارير وكل الحاجات دي، الامومه كانت اقوى؟ لان هي كانت احتياج عندي الحقيقه. انا من وانا عندي 18 سنه عايزه اتجوز واخلف وكمان عشان وحيده طبعا، وكمان علشان انا حسيت ان انا الحمد لله تحققت بشكل كان جميل ومرضي بالنسبه لي في الحته دي، في حته التمثيل والكارير ده، وكنت حابه ان انا اتحقق بقى في حياتي الشخصيه بنفس القدر يعني. فحسيت انه ربنا وجهني هذا التوجه، واشتغلت مدرسه انجليش في البدايه فقط، لكن دلوقتي بدرس دراما ومسرح، واللي هو الحمد لله ربنا وفقني في اني في جمعت ما بين الحاجه اللي بحبها وان انا اتعامل مع الاشخاص اللي بحبهم ومفضلين ليا في الحياه. بصي انا ممكن ابقى متفقه ان انت حققتي ذاتك كأم الحمد لله وكمدرسه وكتيتشنج، يعني انت عموما في مختلف المجال انت حابه ده، بس كممثله انت لا، يعني انت عملتي دور وظهرتي وبقيتي ان اوت، بتختفي وتطلعي، تحققك ووجودك على الساحه مش بنفس قوه تحقيقك النجاح في حياتك الخاصه وشغلك. حقيقي جه من ادوارك، لا ده دفنت الجيم حقيقي أدوارك. ولكن انا من وجهه نظري انا كنورهان انا حاسه ان انا متحققه جدا في حياتي في المجال اللي ربنا حطني فيه. يعني انت حابه ده؟ انا مبسوطه جدا بده طبعا، لانه يعني الوسط الفني على قد ما بتديله بيديلك، وانا كنت في الفتره دي مش هقدر اديله. انا اهتميت باني في دور تاني غير النجوميه وغير التمثيل لازم اعمله، فشيء طبيعي انه الناس اللي ادوا السنين دي للوسط الفني وللشغل في الفن لازم يكون حصل لهم باي باك يليق بالعطاء ده. لكن انا اهتميت اني احط طاقتي ومشاعري وانجازاتي في حته تانيه، فالحمد لله انا مبسوطه جدا بالوضع الحالي، يعني حاسه انه بالعكس اتس ا بليسنج. كان بالنسبه لك طوق نجاه، يعني سيف ان انت تروحي تشتغلي في حاجه انت متفوقه فيها وتعرفي تعمليها حلو وتثبتي نفسك عشان الدخل، علشان يبقى
عندك حاجة انت متحققه فيها ومحدش ضغط عليكي. بالظبط زي ما بيقولوا كده بالبلدي، معاكي فلوسك. لا هو انا الحمد لله مش الفاينانشال ستابيليتي هي كانت السبب في ده يعني، بس انا كنت حابه اقول، حابه احقق اللي انت قلتي عليه في الاول، اللي هو انه انا جات عليا فتره كان بيتقال انه نورهان بس بتشتغل عشان شكلها مقبول وكاريزما والناس بتحبها وحاجات كده، فانه لا يا جماعه انا عندي حاجات تانية غير ان انا بعرف امثل وغير المنح الربانيه، انا عندي حاجات يعني مبنيه على مجهودي انا وتعبي انا وتفكيري وقراراتي وكنت في الفتره دي يعني مهتمه بفكره انه empowering المراه والاستقلاليه عن الدور اللي بيرغمها عليه المجتمع والستيريوتايب بتاع شكل المراه وكل الحاجات اللي هي بتتفرض علينا وبنلزم بيها واحنا لا قابلينها ولا عايزينها يعني. فالحمد لله، لا انا مبسوطه جدا باللي حصل ده. طب انت الحمد لله اكيد ابنك محظوظ بيكي وفخور وسعيد ان انت معاه في الرحله بتاعته. الحمد لله. فهنا انت ام بامتياز، ولكن فكره الزوجه بقى او ان يبقى في حياه زوجيه كمان مع الامومه، وان انا ابقى ام واب وانفصل وانا لسه صغيره، دي هل هي اللي خلقت فيك التحدي ولا عملت فيك ايه؟ لا والله انا طول الوقت يعني مامتي وبابايا كانوا مربيني ان انا هارد وركر، وان انا ما بحبش ان حد يبقى ليه فضل عليا، واحب ان انا اللي اخد قراراتي براحتي عشان ما حدش يلومني على حاجه ولا احس بالذنب ناحيه حد ولا ابقى اصرف من فلوس حد وكده يعني. فانا ما كنتش متضايقه خالص من فكره ان انا اب وام، بالعكس كنت مستمتعه بالدورين والحمد لله ازعم انه على قد ما ربنا قدرني انا حققت فيهم اللي كل يعني كل ما يمكن استطاعته. لكن فكره تحقيق الذات في الكارير ده لا، مرتبطه بقى باني وقعت في غرام فكره التعامل مع الاطفال والتدريس، وان انا اقعد معاهم بالخمس ساعات والست ساعات وال 12 ساعه مؤخرا، وبالذات بعد ما عملت الشيفت بتاعت ان انا درست دراسه المسرح وتدريس المسرح للمراهقين في الاي بي في الانترناشنال بكالوريا، والكلام ده بقاله 7 سنين، وانشات شركتي الخاصه لتدريب الاطفال على فنون المسرح جوه المؤسسات جوه المدارس وجوه الجامعات، وبتتنقل ما بين المدارس والجامعات وتدي ورشه شهرين او 3 شهور ونطلع منهم عرض المدرسه بعد كده بتستفيد منه ماركتينج وايز، من انه يا جماعه احنا شوفوا الولاد واقفين على المسرح بيغنوا بيمثلوا بالانجلش بالساعتين وبالثلاثه، وعندنا ناس متخصصين في كل مجال لدرجه ان احنا جايبين مش عارف مين في الرياضه ومين في الانجليش ومين في الدراما. فبقيت مبسوطه بفكره انه ده مجال الحمد لله متفرد يعني، او انا متفرده فيه الحمد لله، يمكن المنافسين 2 أو 3